السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. هذا البرسيم الأسترالي، طبعا البرسيم عدة أنواع، سواء أستراليا والأمريكي والحساوي اللي عندنا هنا والحجازي، وإخواننا في مصر ما شاء الله عندهم أصناف كثيرة، فحنا إن شاء الله راح نبدأ نزرعه. طبعا كل اللي عندي هنا برسيم أسترالي. جهزنا التربة، طبعا هذه الأحواض زرعناها سابقا، راح نبدأ نزرع الآن هنا. أولا راح نساوي الأرضية بشكل جيد بحيث أنه الماء، لأنه إحنا نسقي بالغمر، فبحيث أنه لما نسقي بالماء والماء شحيح عندنا وأيضا أملاحه زائدة، فما يصير في عندنا مرتفعات ومنخفضات، الماء يتجمع هنا وهنا ما يجي ماء، فلا بد أن نسوي الأرض بشكل جيد. بعد ما سوينا الأرض بشكل جيد، طبعا قبل هذا كان في هنا الذرة الصفراء، وشلنا الذرة الصفراء كاملة، وضعنا سماد عضوي، تمام، وضعنا وحادي سوبر فوسفات الكالسيوم، روينا الأرض مرتين تقريبا أو ثلاث وخليناها. الآن لها تقريبا 5 أيام ما رويناها تقريبا، لذلك احنا الآن راح نبدأ نبذر فيها. طبعا البذر وعمليات البذر أمور يسيرة جدا، احنا راح ناخذ في اليد كذا بسم الله، ونبدأ نمشي من الزاوية كذا بسم الله على بركة الله، اللهم إنا نسألك من فضلك، تمام، بأي طريقة رغبت يعني، أهم شيء إنه أنت تتأكد إنه أنت عممت على الموقع كاملا، يعني ما يكون في موقع فيه شيء وموقع لا. البعض ممكن يضع مع البرسيم بعض البذور الأخرى من أجل أن تعمل له حماية أول ما ينبت، هذا في الزراعات الكبيرة المفتوحة، لكن هنا عندنا ما يحتاج هذا. هذه المعدة كنا ننظف فيها مراحل الأغنام، أيضا الآن نحن نستخدمها نستفيد منها في تسوية الأرض، عريضة وجيدة. ايضا ما تاخذ كمية تراب كثيرة، يعني تحاول انها تضبط الامور، مجرد تسوية. عندنا البشمهندس هذا 20 سنة تخصص زراعة برسيم. الان وضعنا البذور تشوفونها هنا، راح نبدأ باي معدة عندنا، وعندنا المعدة هذه جيدة، راح نبدأ نعمل عليها زي الدفن الخفيف كذا، حاجة خفيفة فقط لا تذكر، مش دفن كامل لأنه البذور أساسا صغيرة، فراح نغطيها نشتغل عليها ونروي على طول. الآن فتحنا الماء بعد ما دفننا البذور، تلاحظون أنه الماء انسيابي، بدأ يمشي على الأرض بشكل جيد، ما في حفر ما في فتحات ممكن انه يوقف هنا وما يمشي هنا. قدر الامكان حرصنا انه يعني نساوي الارض بشكل جيد. ما شاء الله المنطقة هذه عندنا جيدة، تلاحظون انه الماء انطلق خلاص، ان شاء الله يعني حاجة بسيطة راح يقفل لنا المنطقة هذه كاملة. ايضا هنا ما في ارتفاعات يعني ممكن انها تذكر، الماء من وراء النخلة على هنا وأيضا هنا، إن شاء الله هذه جيدة، فيها شوية ارتفاع بسيط هنا لكن راح يغمر الآن بعد ما تصل الماء إلى الأركان كاملة، خلاص اللي في النص راح يبدأ يرتفع عليه من سوق الماء، شايفين بدأ الماء يرجع في المنطقة هذه. هنا ايضا بدا يصل للزاويه، ونسال الله سبحانه وتعالى من بركته ومن فضله. ايضا عندنا الاشراب هذه راح نزرعها بعون الله سبحانه وتعالى، جايبين المحترف عماد. كيفك عماد؟ انا ضيف الله وزايد.
تزرع لنا برسيم يا عماد. الله الله، يا سلام. الله يسلمك. هذا المحترف عماد، اشترينا عقده من مراحم حي العسير، وهو الان ان شاء الله بيضبط المسائل. طيب، بس عشان نشوف الفكره اللي احنا كنا نتكلم فيها اللي هي ارتفاع ولا انخفاض. يعني انتم شايفين هذه راح تمشي كذا، وبعدين في حفره هنا ثم تطلع. المواقع اللي زي هذه راح يتجمع فيها ماء. ايضا تلاحظوا الارض كيف اصبحت بعد المساواه او التسويه. لا ان شاء الله يكمل الباقي عماد. ايضا خلصنا ما شاء الله الان، زرعنا كل الاشراب هذه، والماء قادم بسم الله. اللهم اني اسالكم فضلك وبركتك. بسم الله. يلا يلا يا الماء، يلا توكل على الله. افتح زيادة يا مان. من أجمل المناظر لما تشوف الماء بهذا الشكل. طيب، بعد ما نروي هذه بإذن الله نكون كذا انهينا عملنا. راح ننتظر عليها ما يقارب 5 أيام، ثم ممكن نعطيها الرية الثانية. الناس اللي في الرشاشات المحورية يوميا يروون، ما عندهم مشكلة. زرعنا السابق اللي زرعناه بفضل الله سبحانه وتعالى أنبت. هذا بذرناه في وقت بذرة الست، إن شاء الله أنه يعني تبقى عندنا ما يقارب يمكن 5 أيام. إذا ما أتت فيها أمطار شديدة أو رياح تؤثر على المزروعات هذه، هذا جاء البشمهندس. هذا إذا ما جت فبإذن الله سبحانه وتعالى انه يكون الناس اللي زرعوا في بذرة الست كانت زراعتهم موفقة. لاحظوا معي الماء هنا، تشوفون الارض، لان الارض صودية هنا. شوف كيف يجتمع الماء، الأرض ما تتقبل ماء تشربه. أيضا هنا من حركة الماء على التربة. تحس انه احنا واضعين زيت مش ماء. التربة ما هي قابلة تتسرب الماء بشكل جيد. لاحظين؟ لاحظ ايضا تشوفون التشرب الان كيف. ومع ذلك باذن الله سبحانه وتعالى هذه ما راح نعتبر انها عوائق، بالعكس يعني راح نصر ان نجتهد ونزرع، وباذن الله نلقى خير بعون الله، متوكلين على المولى عز وجل. طيب يا جماعه، احنا زرعنا وبشركم ما شاء الله طلع، خلاص الان نحصد. يعني بدايه الفيديو زراعه
والآن حصاد. طبعا هذا السبب الرئيسي هو وجود المستشار الزراعي والخبير. وينه الخبير الزراعي يا أبو؟ طلعوا. أيوة شكرا لك يا أيها الخبير الزراعي، لقد ساعدتنا بشكل جيد ونشكر لك اهتمامك. لولا أنك تكسر البرسيم أنت وأخوانك ولا أمورنا طيبة. طبعا عندنا أربعة ويكسرون البرسيم باستمرار. خلصنا الشرب هذا كامل، الشرب هذا كله كامل حصدناه أو حشيناه، والآن نرويه بالماء، وأيضا راح نروي المجموعة هذه. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم.